امرأة نذرت أن تذبح خروفين وتوزعها على أهل مكة، وعندما رأت حال المسلمين في فلسطين أرادت أن تثمن الخروفين وترسل بالمال إلى فلسطين، فهل يجوز ذلك؟ أعد السؤال. امرأة نذرت أن تذبح خروفين وتوزعها على أهل مكة وتوزعهما على أهل مكة وعندما رأت حال المسلمين لا بد من الوفاء بالنذر، لا بد من الوفاء بالنذر، لأن الإنسان إذا نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليها أن تذبح الخروفين في مكة وتوزعها على فقراء مكة كما نذرت، ولا يجزيها أنها تروحها للفلسطين أو لغيرها، إذا أرادت تنفع فلسطين وغيرها تروح غير النذر، تروح صدقات تبرعات. نعم.